تخرجت من جامعة الأمير سلطان تخصص إدارة مالية، ودخلت أول وظيفة لي في شركة تأمين، وكنت مسؤول صغير في أحد الأقسام. الحمد لله يعني خلال فترة وجيزة حصلت على وظيفة أفضل منها في أحد الأقسام اللي هي قسم التدقيق الداخلي ومكافحة الاحتيال. فمن خلال هالقسم هذا اشتغلت أكثر بحكم خبرتي وتعاملي كشاب مع السيارات، وبحكم أني أحب السيارات فدخلت أكثر في مجال مطالبة السيارات وورش السيارات والتشاليح واللي يصير ما بعد حوادث السيارات هذه وما يتعاملون معها. اكتسبت خبرة في هالمناطق هذه، واكتشفت بعض الأشياء بالرغم أني ما توقعت في يوم من الأيام أني بفتح عمل تجاري أو بزنس له علاقة بهالأشياء، ما توقعتها أبدا. في 2012 قررت أني أبدأ دراسة الماجستير، وكانت في نفس الجامعة، جامعة الأمير سلطان، في نفس التخصص إدارة مالية لكن في مسار التأمين وإدارة المخاطر. خلال دراستي تعرفت على الزملاء وحصل لي تغيير في وظيفتي لشركة استثمارية عالمية لها فرع في السعودية، فأنا كنت أحد الممثلين لها الفرع هذا في الرياض، اسم الشركة لازار. الشركة وسعت عيني على البزنس العالم، وسعت عيني على أشياء ما كنت أشوفها. فالفريق اللي كنت أشتغل فيه كان فريق موجود في كذا مدينة في العالم. هالشيء هذا أحس أنه أضاف لي من ناحية المهنية مجال الانضباطية والاعتماد على النفس، وأني أنجز مهام لوحدي بدون ما يكون معي فريق عمل موجود في نفس المكان.